برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ومعانا خبر خاص بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل لأحكام القانون الخاصة بضريبة الأطيان لمدة عام. تفاصيل أكتر عن هذا القرار وهذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ أنور فرج، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية والمتحدث الرسمي. صباح الخير يا أستاذ أنور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. تحياتنا لحضرتك في البداية، وخلينا نعرف طبعا من حضرتك يعني قبل ما نتكلم عن مضمون القرار، نعرف يعني ايه ضريبة الأطيان الزراعية. الحقيقة ان ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة بتفرض على الأراضي الزراعية نفسها او القابلة للزراعة. نعم. وهي ضريبة بتطبقها مصلحة الضرائب العقارية في جميع المحافظات، ضريبة سنوية بتفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان، وبيعاد تأديرها كل 10 سنوات. وهي الحقيقة إن هي ضريبة يعني نقدر نقول إن كان فيها تخفيف كبير جدا، إن إحنا بناخد بالأسعار في التقدير للفدان، مش بالأسعار السائدة في السوق حاليا، لا بناخد بأسعار من التسعينات، وده بيعتبر تخفيف حد ذاته على السادة المزارعين في المجال الزراعي. طيب نعرف من حضرتك كمان يا استاذ انور يعني ايه الأهمية في انه يتم مد فترة إيقاف العمل بهذه الضريبة؟ هو طبعا الهدف الأساسي من وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية التخفيف العبء الضريبي عن كاهل القائمين في المجال الزراعي. نعم. وطبعا كمان برضو وتشجيع اليوم على زيادة الانتاج الزراعي، بحيث طبعا في الفترة ديت ما بيتم السداد للضريبة على الأطيان الزراعية. دي أول مرة يا أستاذ أنور بيتم يعني وبيتم هذا القرار وبيتم وقف العمل بهذه الضريبة، ولا إحنا متعودين إنه كل فترة بيحصل كده؟ الحقيقة إن دي يعني المشروع الحالي يعتبر ده ثالث مدة للوقف العمل بقانون الأطيان الزراعية. فكان احنا وقفنا العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة 5 سنين سابقة، كانت البداية لمدة 3 سنوات وفقا للقانون 143 لسنة 2017، بدأت من 1/8/17 وانتهت 31/7/2020، وجينا مدينا تاني بالقانون 147 لسنة 2020 مدة سنتين أخريتين من 1/8/2020 حتى 31/7/2022. نعم. وطبعا نظرا لانتهاء الفترة في مع نهاية شهر 7 الحالي من السنة الحالية، احنا طبعا عرضنا على مجلس الوزراء ومجلس النواب علشان نمد سنة أخرى إن شاء الله. المفترض إن هي تبدأ من 1/8/2022 والمدة سنة من هذا التاريخ. نعم. طيب بالنسبة للضريبة العقارية يا أستاذ أنور، يعني هل تستحق سنويا؟ ونعرف كمان مواعيد استحقاقها من حضرتك. هي طبعا يعني طبعا بعيدا عن ضريبة الأطيان الزراعية، في الضريبة على العقارات المبنية. الضريبة على العقارات المبنية طبعا برضو بتفرض على العقارات اللي هي التامة والمشغولة، وهي ضريبة سنوية وبتقسط على قسطين متساويين. ضريبة تستحق من أول يناير من كل سنة، ويستطيع الممول ان هو يدفع الضريبة سواء على يعني طبعا خلال السنة على قسطين متساويين. القسط الاول بيبدأ من يناير وينتهي في شهر 6 يونيو، والقسط الثاني بيبدأ من شهر يوليو شهر 7 وينتهي في شهر 12 من كل عام. يعني مش بيشترط انه يسدد الضريبة يعني بشكل كامل او دفعة واحدة؟ لا طبعا، يعني في طبعا للممول ان هو يستطيع ان هو يدفعها، طبعا يجوز ان هو يدفعها دفعه واحده، ولكن القانون مديله طبعا تيسير ان هو يدفع على قسطين، سواء القسط الاول او القسط الثاني في ميعاد كل قسط. يعني طيب خليني اسال حضرتك كمان يا استاذ انور على يعني هل قيمه الضريبه العقاريه بتظل ثابته ولا بيعاد يعني تقديرها كل فتره وبيتم تغيير نسبه الضريبه؟ هي طبعا يعني اذا كانت الضريبه العقاريه هي ضريبه سنويه، ولكن بتمتاز الضريبه العقاريه بالثبات ان هي بتقدر وتظل ثابته لمده 5 سنوات اللي هي الفتره الضريبيه، وبعد كده بيعاد تقديرها كل 5 سنوات. الضريبه بتفرض بنسبه 10% من صافي الايجار السنوي، وبتظل ثابته لمده الفتره الضريبيه اللي هي مدتها 5 سنين،
وممكن كمان يعني طبعا بتشريع ممكن تزاد عن الخمس سنوات لمدة أكتر من كده كمان. نعم. طيب أخيرا والسؤال الأبرز أستاذ أنور من وجهة نظري، يعني أنه هل بيجوز تقديم الإقرارات الضريبية العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونية؟ يعني مش لازم نروح المكان، ممكن ندفع عن طريق الإنترنت أو أنه بأي يعني وسيلة دفع أو يعني بشكل إلكتروني كامل؟ هي طبعا يعني احنا في المده الفتره السابقه في فتره تقديم الاقرارات الضريبيه كنا الضريبه العقاريه على منصه مصر الرقميه بيستطيع الممول ان هو يقدم الاقرار الالكتروني السكني على الكترونيا، وده يعتبر من ضمن التسهيلات اللي هي في عمليه خدمه تقديم الاقرارات الضريبيه. ولكن الضرائب العقاريه يعني حاليا احنا شغالين في اجراءات الميكنه. ان شاء الله من ضمن الخدمات اللي هنقديها للمواطنين اتاحه الاقرارات الالكترونيه، الاقرارات الضريبيه الكترونيا. يعني ان شاء الله في وقت يعني لسه الخطوه ما تمتش، احنا بنحاول نخلي الدنيا مميكنه على قد ما نقدر طبعا مع التحول الرقمي اللي موجود، بس لسه الدنيا مش الكترونيه بشكل كامل. يعني خلاص يا فندم، يعني نقدر نقول ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان شاء الله يبقى في تطور ملحوظ في التحول الرقمي في الضرائب العقاريه. شغالين مع بعض الشركات المتخصصه في هذا المجال. نعم. وشبه انتهينا من البوابه الالكترونيه الخاصه بالضرائب العقاريه ان شاء الله. يعني قريب جدا نسمع عن تقديم خدمات الضرائب العقاريه بطريقه مميكنه وميسرة على المواطنين إن شاء أكيد الله. أكيد إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أنور فرج مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية والمتحدث الرسمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أنور على كل هذه المعلومات.